أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. ما زال مشهد البلاد محكوما بالضبابية والانسداد السياسي، إذ لم تفلح المحاولات في حلحلة أزمته الحالية سواء من السيد الحكيم بوثيقته للتسوية التي لم يقبلها الصدريون، أو بدعوة السيد الصدر لتشكيل حكومة أغلبية على وفق ضوابط لم تقبلها جهات في التحالف التنسيقي، ومنها حل الفصائل، كما أن ما أحدثته إعادة الاحتساب اليدوي لبعض المحطات من تبديل بمقعد هنا ومقعد هناك لن يسبب اختلافا شديدا بوزن القوائم الفائزة، ولذا فهي ماضية في مفاوضاتها لبناء التحالفات وتحديد شكل الحكومة القادمة. أما القلق فيزداد مع تناقص المدة المتبقية للمصادقة على نتائج الانتخابات، فالباقي هو أسبوع فقط. وبالتزامن مع ذلك الولايات المتحدة تقول بأنها باقية في البلاد ولا انسحاب منه. هذا الموضوع أزعج فصائل المقاومة، حيث أعلنت كتائب سيد الشهداء عن تطوع أكثر من 20,000 مقاتل لمواجهة القوات الأجنبية. فكيف ستتشكل الحكومة ونحن مقبلين على تحدي بين الفصائل والقوات الأجنبية؟ هل ستقبل تبديل النتائج موقف الفصائل من المواجهة مع أمريكا لتلجأ إلى حلول دبلوماسية؟ أما عن أزمة الانتخابات، ما سبب إعلان المفوضية عزمها القيام بعد يدوي ل 800 محطة جديدة؟ وهل ستحقق اختلافا بتوزيع المقاعد؟ ما طبيعة الأدلة الجديدة التي قدمها التحالف التنسيقي إلى المحكمة الاتحادية؟ موضوعنا اليوم حلول الأزمة الانتخابية والوجود الأجنبي يصطدم بصخرة الانسداد السياسي، لكن دعونا نشاهد ما عده لنا الزميل محمد الكعبي. الطعون في نتائج الانتخابات غيرت من معادلة النتائج، وربما يكون القادم مفاجئا أو متوقعا، فتغييراته قد تكون طفيفة في مقاعد الكتل، خاصة وإن المصادر تقول بأن ما سيتغير هو 6 مقاعد في بغداد لصالح القوى الخاسرة على حساب المستقلين بنسبة كبيرة. لكن هذا التغيير هل سيفتح الانسداد الذي أربك المشهد السياسي وجعل الشارع العراقي متخوفا ما قد يجري في المستقبل؟ وهل ستفضي هذه التغييرات إلى حكومة توافقية، أم إن طموحات الكتلة الصدرية بالأغلبية قائمة لبدء عهد سياسي جديد حسب ما يقولون؟ تحالف الفتح برئاسة هادي العامري قال أن التحالف تقدم بأدلة إلى المحكمة الاتحادية تكفي لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية، لكن القيادي في التيار الصدري رياض المسعودي يرى الأمر ليس بالهين، وهذا الأمر مستبعد، وإقدام بعض الأطراف على هذه الخطوة هي للضغط في تشكيل الحكومة المقبلة. لكن المراقبين يرون أن اللاعب الخارجي هو من سيحسم أمر الحكومة، وربما التوافقات الخارجية قد تحدد ملامح الحكومة المقبلة. أما من يتحدث عن اقتتال داخلي فهذا لن يحصل بوجود مرجعية النجف، وإذا أغلقت جميع الأبواب بوجه السياسة العراقية فستجعل لها مخرجا توافقيا. الانسداد السياسي ليس هذا فحسب، بل ما صرحت به أمريكا هو أيضا إشكال آخر، وهو بقاء قواتهم في العراق بطلب من الحكومة العراقية، في حين فصائل المقاومة ترفع من جهوزيتها للتصدي لها. فهل نحن مقبلون على حرب ضروس لتنفيذ قرار البرلمان المطالب بإخراج الأمريكان؟ رحبوا بضيوفي كل من السيد أحمد الحمداني رئيس تحرير وكالة الحرية الأخبارية، وأيضا السيد حيدر البرزنجي محلل سياسي. أهلا وسهلا بكم ضيوفي، وأبدأ بسؤالي لك سيد أحمد. سيد أحمد، خلينا اليوم نتحدث عن الواقع اللي مر به، أزمة كبيرة. هاليوم نتحدث عن تبديل في بعض النتائج
الانتخابات، شاهدنا مقعد هنا ومقعد هناك، خسارة فائز وأيضا فوز خاسر. يعني اليوم شلون نقرأ المشهد الانتخابي في ظل وجود صعود لعدد الخاسرين بالانتخابات؟ طبعا بالبداية تحية لحضرتك وللضيف الكريم وللجمهور. النقطة المهمة أنه إحنا عدينا مرحلة انتخابات، هذه المرحلة من الانتخابات كانت واحدة من تعهدات الحكومة بإنجاز انتخابات، وانتخابات يجب أن تكون نزيهة. نعم. سعت الحكومة العراقية بأن تكون هذه الانتخابات هي انتخابات نزيهة أمينة من الناحية العسكرية، وفرت لها الأمن الانتخابي بشكل جيد. نعم. إضافة يعني الحكومة قامت بواجبها الانتخابي كاملاً. يعني تجاه وزيادة فنادق الانتخابات وزيادة إلى هذا، يعني أدعو بعض أن نتحدث بعقلانية أكثر. الواجب الدستوري يسمح، والصلاحيات الدستورية والحكومية تسمح لرئيس الوزراء بزيارة والدخول إلى مراكز الاقتراع، وتسمح لرئيس الوزراء بالترشيح للانتخابات. السيد رئيس الوزراء المحترم لم يدخل أي مركز انتخابي لأغراض الاطلاع والتفتيش، لكن على زار مراكز، زار مركز واحد اللي صوت به وفقط لأغراض التصويت، يعني ما كان عنده جو، ما دخل جو على عمل المفوضية. هذه النقطة مهمة. النقطة الأخرى، طبعا هو يسمح له صلاحياته تسمح له بالزيارة. أنت جيت على هذه النقطة لأن البعض يشكك. النقطة الأخرى أنه السيد رئيس الوزراء ما رشح نفسه في الانتخابات لكي لا يكون هناك حجة تلقى عليه بأنه هذا الشخص يريد التزوير ويعمل تعمل الحكومة على دعم مرشحة اللي هو رئيس الوزراء، كما يحدث في السابق، وتوجيهات إلى التصويت الخاص وغير التصويت الخاص بأن انتخبوا القائمة الفلانية أو الشخص الفلاني. نجي إلى عمل المفوضية. من الذي أتى بالمفوضية؟ مجلس النواب. من الذي ما وافق على المفوضية؟ مجلس النواب. بالتالي هذه المفوضية مفوضية سبق وأنا قلت معدة من قضاة محترمين، مجلس مفوضين محترمين، لكن هناك كان تسرع بإعلان النتائج أولا. ثانيا هم جدد على العمل، لابد بأي عمل يكون هناك مشاكل. المشكلة أول ما ظهرت النتائج هو أنه التهمة والمفوضية والعملية الانتخابية بالتزوير. عمل مربك، يعني هذا كان خطأ رباك في العمل، لأنه أنجح انتخابات صارت هي هذه الانتخابات لأسباب كثيرة. أولا حكينا عن الأمن الانتخابي وتأمين، ما شفنا أنه سدد مراكز اقتراع ولا هجوم على مراكز اقتراع ولا دخول وسيطرة على صناديق اقتراع وتبديل الأصوات، هذا كله شاهدناه. خلصت الانتخابات، هناك طعون طبيعية. الطعون اللي تقدموا بها الأخوة الذين لم يحققوا الإنجازات الكبيرة، أو نقدر نقول أنه خسروا بعض مقاعدهم، بالتالي كان هناك اعتراضات وقدموا اعتراضات إلى القضاة والمحكمة. يبقى النظر من؟ يبقى النظر من المحكمة ومفوضية الانتخابات بالقبول أو الطعن وردها. شاهدنا بأنه العملية هناك من رد الطعون هذه موافق بها، وهناك بعض الطعون اللي وافقوا بها وأخذوا إجراء تجاهها، وأصبحت هناك عملية عد وفرز. لكن اليوم عندنا تبديد للمواقع، يعني اليوم الخاسر أصبح فائز والفائز أصبح خاسر، اليوم هذا الشيء تعتبره شيء طبيعي هذا في ظل في وجود عملية. عدد يعني مو قليل، 6 إلى 8 مقاعد تبدلت، يعني البعض يقول لك أنا هم أيضا أطعن ببعض الصناديق اللي صارت بها الانتخابات ويمكن أنا أحصل على الفوز، لأن أكو مراكز انتخابية يقول لك ظلت بعد الوقت بساعة ونص ساعة فاتحة، يعني هذا الإشكالية. هاي الإشكالية هي حقيقة، يعني على ما اعتمدت عليها المفوضية، هذه الشغلة إلكترونية. المفوضية لم تعلن عن هذا الموضوع لحد هذه اللحظة. النقطة المهمة أيضا بأنه
عمليا هذه الطعون اللي تقدمت لا يمكن قبول طعون اخرى لانها اغلقت باب الطعون. باب الشكاوى اغلقت عندنا بمجرد هذه الطعون ينضرب بها. اليوم عمليه استبدال صعود نزول مقاعد شيء طبيعي، هذا من المفروض ان يجير لموضوع معين انه هو نجاح العمليه الانتخابيه اولا. نعم، ونجاح البعض يقول لك بسبب ضغط المتظاهرين. ابدا ابدا يعني، ونجاح العمليه الديمقراطيه في نعم العراق. خلي اشوف يعني، بس قبل ما انتقل الى السيد يعني البارزنجي، يعني تحدث ايضا السيد عمار الحكيم عن 18% ربما يعني تتبدل النتائج من الانتخابات وتتغير تتبدل. فخلي اشوف سيد البارزنجي يعني ما طبيعه الادله اللي قدمتوها وقدمها الاطار التنسيق يعني سيد للمحكمة الاتحادية، وهل حقا يعني استغربت ممثلة الأمم المتحدة من وجود الإطار التنسيقي عنده يعني هيك معلومات وهيك أدلة على المفوضية يعني بالانتخابات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجناب الست هيفاء ولضيفكم الكريم متابعي قناتكم الموقرة. نعم، واقعا أنا من سمعت الأستاذ أحمد يتحدث بهذه الروحية قلت أنه فعلا انتخابات نزيهة، في حين وبعثة الأمم المتحدة بعثة الاتحاد الأوروبي تقول أنه هذه الانتخابات ليست نزيهة وهناك تقرير ممكن الرجوع إلى الاتحاد الأوروبي. نعم، جميع الطيف السياسي بمختلف ألوانهم ليس فقط الإطار التنسيقي، الاتحاد الوطني، الحزب الإسلامي الكردستاني، التغيير، كل هؤلاء كرد مسيحيين آشوريين صابئة مندائيين قدموا طعون وقالوا أنه هذه الانتخابات ليست نزيهة. والممثلة الأمم المتحدة عندما قدمت أو هي طلبت أن تلتقي بالإطار التنسيقي أو بأطراف الإطار التنسيقي، طبعا التقت مع سماحة الشيخ قيس أولا ثم انتقلت إلى أن تلتقي مع الإطار التنسيقي، قدمت لها بعض الأدلة فتفاجأت. هسه تفاجأت، أنا متيقن تفاجأت، كيف حصلوا أطراف الإطار أو الإطار على هذه الأدلة؟ وقالت بتصريح واضح وصريح، مو أنا أقول هي تقول، أنه لم تكن تتوقع أنه هناك خروقات فنية وإدارية وعمليات تزوير واضحة للعيان. وأعطيت ملف عن الشركة الفاحصة التي الشركة الألمانية التي أرسلت بثلاثة كتب قبل إجراء الانتخابات، وهذه الكتب وضعت في المجرات لم يتم اتخاذ إجراء فيها. تحدث الأستاذ الحمداني عن موضوع مهم جدا، أنه سيد رئيس الوزراء لم يذهب إلى مراكز اختراع. لك ما دخل أي مركز، إيه نعم، من حقه دستوريا أن يدخل. أنا ما أقول حقه لو مو من حقه، نعم من حقه، لكن أكو فد موضوع مهمة وهي الرجل عندما جيء به في هذه المهمة اشترط عليه اشتراطات أولا، وهو قال خلني نراجع تصريحاته، لا أشارك في العملية الانتخابية ولا أرشح مرة أخرى لرئاسة الوزراء. وهذه هو ألزم بها نفسه. قال ما رشح لرئاسة الوزراء سيد الحمدان، بس خلي جواب. قال ما رشح لرئاسة الوزراء يعني؟ لا، قال أنا ما أريد أرشح ترشيح رسمي كحزب. إيه بس ما يعني يرشح رئيس الوزراء؟ لا لا لا. شلون؟ يرشح دورة ثانية رئيس الوزراء. إذا طلب منه وفق موافقات والشروط اللي يضعها نعم لا بأس. أولا هو أبلغ الرجل رسميا من قبل قوى الإطار التنسيقي التي تمثل الكتلة الأكبر في المكون الذي من حقه أن يختار رئيس الوزراء أنه غير مرغوب بإعادته مرة أخرى لرئاسة الوزراء. هذا الأمر انتهى. ثانيا هو وضع شرط على نفسه، يعني في توليه وضعوا له، وهذا كلام السيد العامري وكلام السيد الحكيم وكلام أغلب القوى السياسية التي إشكالية يعني سيد يعني ماكو إشكالية، لكن أنا أريد أن أوضح للناس أنه الموضوع مو رغبة منه، يعني مو هو راغب، ولكن يعني شروط وضعت عليه قبل أن يتسنم. الأمر الآخر كفاءة المفوضية وسوء أدائها، إحنا لا نشكك قطعا بنزاهة السادة القضاة، لكن هناك تلاعب قد يفوق
المفوضية قد تكون هناك بعض الكوادر الوسطية جزء من عمليات التي حصلت من حيف وسرقة للأصوات، لكنه القضاة لا علم لهم ولا أعتقد أنهم جزء من هذه المسرحية. يعني الدليل انت سيد البازنجي في حلقه يعني اتهمت يعني بصراحه بيمنه اتهمت السيد الكاظمي بالتلاعب بالانتخابات ويعني لا عزيزتي خلي ابين ست هيفاء. اولا السيد الكاظمي الان تعد هذه الحكومه منتهيه صلاحيته والولايه بحكم الدستور، ليس من واجب الحكومه ان ترفع كتابا عن طريق وزاره الخارجيه تطلب من الامم المتحده ومن مجلس الامن ان يبارك ويقول أن هذه الانتخابات نزيهة وأنها الأمثل والأكمل، في حين هذا الحديث الذي تحدثت به جينيل بلاسخارد أمام الإطار عندما سئلت من أين لك التقرير النهائي الذي رفعتيه للأمم المتحدة ولمجلس الأمن حتى مجلس الأمن يبارك، وهل واجب مجلس الأمن أن يبارك الانتخابات؟ هل فعلها سابقا في دولة ما إذا لم تعد هذه الدولة احتلال؟ فلماذا يتدخل السيد رئيس الوزراء أو حكومة السيد الكاظمي؟ يعني هي بلغتكم هو تدخل؟ نعم هي بلغت في الإطار في الاجتماع أنه هو طلب طلب من المجلس الأمن والأمم المتحدة أن ترفع تقرير لثلاث مرات، رفع التقرير على أنه انتخاباتي الأجمل والأكمل والأنزه، وبالدليل ثبت أنها ليس كذلك. فبالتالي إذا هناك تدخل وهناك بس سيد البغزانجي تسمح لي اتداخل وياه، يعني هيك السيد الكاظمي ويا قاطعتيني ست هيفاء. لا والله بس سيد استفهم شغلات يعني مهمه جدا الي كاعلاميه، انا اذا اعرف هيك السيد الكاظمي مؤثر جدا حتى يؤمر الامم المتحده انه ترفع توصيات يعني بكتاب، يعني ليس امرا بل طلبا، وهو يعني مالته يعني نعم حتى بس استفهم عن الموضوع. اسمحي لي، هو الان يعني يعد رئيس حكومة لتصريف الأعمال اليومية للدولة العراقية، صح؟ نعم. فعندما طلب عن طريق وزارة الخارجية أنه هذه الانتخابات مرت بسلاسة وبسلام ونتائجها كذا، لكن يوم بعد يوم تتكشف عندنا الحقائق بالأدلة الثبوتية القانونية، أنا ما أقول أمرها، أكو فرق. نعم. أنت اليوم تمثل هذه الدولة، يعني بعت لهم رسالة قال لهم باركونا في المشكلة. نعم باركونا. يتصور أنه المباركة الدولية تجعل الذين سرقت أصواتهم وحقوقهم أنهم عاجزين عن تقديم الأدلة ويجب أن يرضخ الجميع لنتائج الانتخابات، وهذه لا هي صلاحيته ولا هي وظيفته أن يبعث برسالة إلى مجلس الأمن الدولي ولا الأمم المتحدة ولا وظيفة جينين بلاسخارت. وين جينين بلاسخارت من الأحداث التي مرت؟ نازحين عندنا داخل العراق، كثير من المشاكل اللي في صلب بعثة الأمم المتحدة اليونامي. إلى الآن أنا أقول ممثلة الأمم المتحدة حقيقة لم تكن بالمستوى المطلوب في أدائها، وهي جزء من مشكلة مو جزء من حل، وهذا واقع. خلينا نشوف. تفضل سيد. يعني العراق طلب من الامم المتحده انه تبارك على الانتخابات، يعني قال لك ورئيس الوزراء منتهي صلاحيته. دكتور حيدر تصريف عمل يعني اتوقع اكو في الموضوع عبر عليه. نعم. وهو اللي انه العراق لا يستطيع الطلب بالمباركه رسميا. نعم. والمباركه اتت من خلال اللجان التي رفعت تقريرها الى الامم المتحده والى الاتحاد الاوروبي. نعم مو من الحكومه. ابدا. إذن جينيل بلاسخارت تكذب. هاي واحد. احنا ما سمعنا تصريح دكتور من جينيل بلاسخارت، تصريح رسمي بهذا الموضوع. انت تقول داخل الاجتماع، انا ما كنت حاضر الاجتماع ولا خرج تسجيل لهذا الموضوع. اذا انت لكن قالت الاطار قالت هسه انت تريد تبر جنين ونزلوا صورها خطيه المره قلبتوها قلب برا تريدون تبروها والله ما لا ما نبريها على الان بالنسبه لي ما ابرئها تماما. النقطه الثانيه الإطار التنسيقي هو جهة من عدة جهات سياسية تشارك بالعملية السياسية العراقية، لا يستطيع هذا الإطار لوحده قيادة مركب العراق. العراق بعدد من القيادات السياسية التي المفروض أن تخرج ببرنامج سياسي
يساهم ببناء الدولة العراقية، مو يجي يقول للرئيس الوزراء أنت كذا كما يصفها الدكتور حيدر بأنه لك يعني من إجي أبلغه. إلا لا من إجي جابوه قال لك رئاسة الوزراء عندهم شرطين، يعني فقط ما يدخل بالعملية الانتخابية وما يرشح نفسه مرة ثانية، وقال لك أيضا يمشي انتخابات مبكرة. هذا هذا, هذا الموضوع صح نعم ولا سيد البرزنج؟ نعم من إجي أكيد قال أنا عندي انتخابات، أكو كان جدول واضح نعم للعمل نعم. تنفذت. اليوم العراق بحاجة ماسة إلى شخصية السيد الكاظمي في دورة إدارة ثانية. الدولة نعم. يعني أنت تقصد دورة ثانية طبعا ياخد. ليش؟ ليش؟ لأنه هناك نعم. كثير من الملفات السياسية التي نعم. تحتاج إلى علاقات متوازنة مع الدول الأخرى والتعامل مع الدول الأخرى المجاورة للعراق والإطار الدولي الآخر نعم. المساعد للعراق على أساس الدولة مقابل الدولة ومصلحة العراق وتبادل المصالح المشتركة بين الدول. هاي واحد نعم. فوجود السيد الكاظمي هو الضمان في هذه النقطة. أكيد أكيد نعم. النقطة الثانية النقطة الثانية النقطة الثانية اللي هي المهمة جدا، لا يوجد من يتحمل الإطار التنسيقي والحشد الشعبي والمجاميع الميليشيات المسلحة الموجودة بجمهوره اللي ممكن أنه يضرب الجنود ويعتدي على الجنود ويسوي تظاهرات بهذه الطريقة دون رد فعل. عفوا من اعتدى أستاذ أحمد؟ زين ليش الجمهور اعتدى ضرب 289 منتسب من قوى هاي الإحصائية وزارة الصحة؟ نعم 289 زين وشو هذا اللي سقطوا؟ عندك 8 إطلاق نار من عندهم مباشر تجاه وين هذا التقرير تهم؟ موجود لا لا موجود دكتور حيدر لا عفوا بس أناقشك بهاي الجزئية نعم. لأن هاي مهمة نعم. أولا جنابك الآن تطلع إحصائية ووزارة الصحة لم تعلن هذا أولا زين. ثانيا الآن تتهم المتظاهرين بأنهم قاموا بإطلاق نار ورمي عشوائي وهذه يعني ما سمعناها المتظاهرين اللي محتجين على الانتخابات يعني ما أبد ما جبت طاري المتظاهرين قلت 289 منتسب من قوى الأمن الداخلي صابوا مين صابوا عندك 8 منتسبين من القوى الأمن والجيش العراقي مصابين أطلاق نار مباشر يعني مواجهات بين الحشد قصدك والجيش لا مو مواجهات هناك من دخل إلى التظاهرات وأصاب الطرفين بالموضوع لا. وهناك ايضا اصبح اصابات ليش ما يتم اعلان النتائج التحقيق بصوره خلي رسميه كمل. خلي كمل دكتور خلي تفضل حتى نتناقش انا وياك حوارين بالموضوع اذا سمحت هذه النقاط بحضور طبعا بالمناسبه هذه اللجان التحقيقيه بها امن الحشد موجود وبها جزء من الحشد يتابع الموضوع والاعداد اتوقع انه حتى لا ندخل في سجالات يعني سجالات غير صحيحه تكون للجمهور يقدر دكتور حيدر بعلاقاته ان يعرف هذه الاعداد اللي تكلم بها صحيحه او لا وبالمقابل ايضا هناك اعداد من الاصابات بالحجاره من المنتسبين والعصي نعم وهو بس حتى يعني بس انت تقصد متظاهرين الانتخابات المحتجين على نتائج الانتخابات اي مو حتى نعرف يعني بصراحه هذا العمل هناك من حاول ان يدخل هذا دور الرئيس وين كان نعم. اذا لاحظنا في هذه اللحظه سيد كان اكو دور مهم للقائد اللي نعم. هو يقود العراق بالوقت الحالي واللي هو القائد العام نعم. للقوات المسلحه اذا نعم. ما نريد نقول انه هو رئيس الوزراء العراقي نعم. فيستطيع ان يعطي امر للجيش بمواجهة وبالتالي يصير دم وبالتالي يصير عندنا أبنائنا من القوات الأمنية وأبنائنا المحتجين هم من أمه نعم. عراقيين ابن خالتي نعم. وابن عمي من أمه يعني كان حكيم تقصد هذه الحكمة ما نقدر نحصلها من أي رئيس وزراء فلهذا لازم يكون دورة ثانية مو فقط هذه عندنا نعم. فد موضوع كلش مهم الدكتور اختصاص إذا نقدر نتحدث عن الوضع الاقتصادي حتى الزيادات اللي صارت بالعملة والزيادات الداخلية هي مو زيادات في العراق نعم. هي زيادات دولية هناك دول زادت 300% نعم. هناك دول أعلنت مشاكل الآن تركيا واحدة من المشاكل عندها المالية نعم. إيران عندها مشاكل مالية العراق ربك حارس لحد هذه اللحظة نعم. بعد ما صارت الزيادات عالية شكد وصل عندنا صارت عندنا أقل من 100% أكو دول 100% وأكو 150% وعندنا 200% زي. هذه الدول الآن تعاني العراق ما عانى بعد هذا المشكل شنو السبب معانا؟ اكو ارتفاع بالموضوع للعملة العالمية لانه سبب الجائحة سبب المشاكل اللي صارت هذه النقطة وجود الكاظمي لدورة ثانية راح يخلينا موضوع مهم اللي هو ان نقدر ان نسعى لبناء مصالح العراق بشكل صحيح لكن تقترن هذه المصالح ببرلمان صحيح بمجلس قضاء داعم
زين عندك معلومة سيد أحمد؟ الظاهر عندك معلومة أنه سيد الكاظمي باقي. لا مو عندي معلومة، بالعكس أنا أقول يعني أنا أقول أشققت قلبه ورأيت أنه لديه رغبة بأن يكون رئيس وزراء. أنا أحترم رغبتك الشخصية كونك يعني مقرب، لا عفوا كونك مقرب من سيد رئيس الوزراء، لكن أنا أعتقد أنه هذه الرغبة اللي عند رئيس الوزراء واللي عند جنابك مع الأسف الشديد لن تتحقق. ولن تتحقق لأسباب عدة. أولا الوضع الاقتصادي، تفضلت جنابك بالوضع الاقتصادي، لم يشهد الوضع الاقتصادي إلا نسبة بطالة عالية وتدهور في الوضع الاقتصادي. يوم أمس وأنا أتحدث، طبعا هذه مناشدة من خلال قناتكم الموقرة، إلى المحاضرين المجانيين الذين تم صرف لهم 200,000 دينار. أسألك بالله 200,000 دينار تعطيها الأستاذ؟ اليوم عندنا تظاهرات كذلك في السليمانية على مود المحاضرين، اللي مو محاضرين، الأساتذة، لأن تم قطع مخصصاتهم. لكن سيد البرزنتي أتحدث نقطة مهمة جدا، قال لك السيد الكاظمي نجح في ملفات مهمة جدا، ملفات خارجية، يعني سوى توازن بالعلاقات. وين الملف؟ شنو أثرها على الواقع؟ يعني الواقع هذا هو معتدر يعني في سيفاء. أنا جايج أولا عندما نتحدث يجب أن نلتمس الآثار. الكلام ليس في الإعلام وليس في المواقع، أنا أتحدث كلام بالواقع. اليوم المواطن العراقي يعاني أزمة اقتصادية خانقة سببتها ارتفاع الدولار وسببها هذه الحكومة. اليوم لدينا وفرة مالية المتحققة من جراء زيادة أسعار النفط اليومية. أين هذه الوفرة المالية؟ أنا ما أختلف مع السيد العبادي، لكن في زمن السيد العبادي كان الدولار السعر البرميل ب$30، وهناك حرب أقيمت على العراق، والنفقات اليومية التي كانت في أراضي المعركة تعادل وتضاهي ما تم إنفاقه خلال هذه الفترة. لدينا مشاكل كثيرة وكبيرة، هناك احتكام وتحكم منذ عام 2014 من قبل الخزانة الأمريكية على الواقع الاقتصادي العراقي. اليوم يجب أن نكون واقعيين ولا نعطي صورة وردية لطيفة جميلة وهي غير الواقع. يعني هسه يعني وجود الكاظمي ضمان للعراق هو غير واقعي؟ لا قطعا غير واقعي، بل هو سبب في مشاكل كبيرة. أول ما تسنم الرجل طبعا تتداخل. أستاذ حيدر، شقد نسبة الاعتماد على الميزانية بالنفط على مدار من 2003 لحد الآن؟ اعتمد العراق على النفط شقد بالمية على من الميزانية مالته؟ تشغيلية وتعرف ميزانية يعني عامة 90%، أكثر من 90% اعتماد. 95% بالمضبوط هو اعتماد على النفط. 95% احنا بس ما شاء الله النفط ارتفع 85%. في غض النظر عن ارتفاعه، ايش قد احنا عندنا عدد الموظفين والمتقاعدين ببلد ب 40 مليون ايش قد عندنا؟ مو هو هذا اللي بدنا نحكي بيه، مو انت جنابك سابقا اجابك بالارقام، اجابك بالارقام، لا اكثر اكثر من 6 ملايين، 8 مليون 7 مليون 8 مليون لا ارقى 2 مليون متقاعد و6 مليون تقريبا موظف، يعني 8 مليون متقاعدين. بس انا اجاوب قضيه مهمه وضروريه. عفوا دكتور، بس خلي دكتور نتراسل انا وياك، تحب تكمل ونتداخل بعدين؟ يعني بصراحه نصل مواضيع هوايه. هو انا قصدي وين؟ عفوا دكتور حيدر، قصدي انه بهذه الطريقه بميزانيه 95% اعتمادها على النفط مع ايقاف الباقي الامور ب 8 مليون وكسر موظف ومتقاعد، الميزانيه مالتك وين راحت؟ يعني الميزانيه صارت هاي ميزانيه العراق مخصصه لمن؟ للرواتب، مخصصه فقط للرواتب. جيد خب ماشي، انا اجاوبك على الموضوع. عفوا دكتوري الفاضل، هل هذا النظام مالتنا اشتراكي ريعي حور؟ وين نوصله؟ خو مسؤوليه رئيس الوزراء ان يرسم السياسه الاقتصاديه. دحتي لك على 2003 لحد هاي اللحظه، الرجال صار له سنه وست شهور، احنا نحكي على 18 سنه دكتور حيدر. لا انا بين الحق والباطل اربع اصابع. اسمح لي لا خلي اكمل. تسمع وترى، خلي اقول لك قضيه. اولا عندما نتحدث عن النسبه المئويه للميزانيات العراقية التي تأسست منذ عام 2006 بعد تشكيل البرلمان ومجلس الحكم إلى الآن لم تبلغ أكثر من 1,000 مليار، أقل من 1,000 مليار دولار. عندك موازنة تشغيلية وعندك استثمارية، ما تم تحقيقه وإنجازه في الموازنات
التشغيلية والاستثمارية خلال فترة السيد المالكي من عام 2008 إلى حد عام 2014 واللي اندثرت في زمن السيد العبادي كبيرة. نعم. طبعا هذا ملف شائك وكبير ويحتاج لعدة إحصائية كاملة. نعم. عن هذا الموضوع. يعني ربما أن الوضع الاقتصادي بصراحة اللي يعيش. نعم. المواطن أنا أحكي لك يعني وسطية بوضع يعني كلش متأزم. هاليوم أسعار مرتفعة جدا. ست هيباء أكو نقطة أخرى. فأكو إشكالية بصراحة. أكو نقطة أخرى. الاقتصادي. الأستاذ أحمد يعرف. نتمنى أنه من الحكومة يعني تنظر إلى ارتفاع الأسعار. أولا مو أنا اللي أقوله. العراق اليوم اللي يعاني من معاناة كبيرة هي ست هيفاء. الخدمة الخدمات مو أنا اللي أقوله. وأيضا المعيشة يعني أغلب المنتظمين السياسيين أقروا بذلك سواء كانوا في التيار الصدري. نعم. في الإطار التنسيقي روحوا. نعم. شوفوا سووا مقابلات دكتور حيدر. دكتور. نعم. حيدر أنت جنابك الكريم. خلينا ننتقل إلى موضوع لا بس ثاني. بس لا هذا موضوع مهم. مهم. الله يخليك يعني نحن عندنا حلقة يعني بس هذا موضوع مهم حقيقة. نعم. جزئية مهمة. نسبة البطالة في العراق في وزارة التخطيط عفوها ايش قد ارتفعت. نعم. وراح نعرف الجانب الأمني ست هيفاء. نعم. جانب الأمني والتعرضات الأمنية التي تزداد يوم بعد يوم. لا بالعكس دون أن تكون هناك معالجة. لا عفواً عفواً. نعم. أنا أقول التعرضات اللي دا تحصل ما لي علاقة جيش عراقي كريم يعني وله كل الاحترام والتقدير. سيد حيدر إنه سيد الكاظمي فشل في بعض الملفات في كل الملفات. أنا الملف واحد يتحدث به سيد. هل الحكومات السابقة نجحت في كل الملفات؟ لا قطعا افضل من هذه الحكومه. لا لكن التحديات كانت اكبر. لا عفوا هل لا. هل اوصلتنا بريعان اقتصادي جيد كهرباء خدمات؟ نعم 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 في عام 2000 من عام 2008 عندما كان العراق تحت الصفر واستلم البلد استلم ب ب بمن نظام صدامي دكتاتوري بائع. بس هو صدامي دكتاتوري شلون عرفت؟ لا لا لا, لا احنا استلمنا بلد 2003 حبيبي قوى المعارضه استلمنا بلد 2003 مدمر بالكامل كنا تحتيه ماكو. بدينا نشتغل. اي بدينا نشتغل واشتغلنا من تاسيس وبناء. صح. هل القيادات السياسيه التي استلمت زمام الامور في رئاسه الوزراء كانت جادة بالعمل ووصلت البلاد إلى الخير جادة لو لا جادة لو لا جادة لو لا 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 جادة غير سرقة جادة. البلد السيد الكاظمي جاد بالعمل الآن لحد هذه اللحظة جاد والله لم السيد الكاظمي تكن سيد حيدر سيد حيدر السيد الكاظمي جاد بالعمل والرؤساء السابقين غير جادين بالعمل بالدليل. ولهذا بالدليل. وصلنا إلى ما هو عليه هذا كلام السيد اسمحي لي أنطيش بالدليل بس أنطيش هاي النقطة جوهرية بالدليل ننتقل إلى محور لم تكن انتكاسة كبيرة في الحكومة العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية إلى الآن كما حدثت اليوم وبالدليل. نعم. يعني في زمن السيد المالكي يقاس الآن ما ممكن تحديات تختلف السيد العبادي اللي خاض حرب طبعا كان الدول معه وال 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 وكل شيء وياه لا مستحيل طبعا تقاس بس 14 محافظة محافظين عليها يا حبيبي اي بس من اللي جاب لا محافظ عليها مو بزودك بزود الحشد الشعبي بزود الفتوى القوات الأمنية لا القوات الأمنية نهزمت بذاك الوقت لا موجود يعني موجود حبيبي خليني انتقل للمحور الثاني يعني بصراحة اليوم السعر الدولاري جدا مرتفع 85 البرميل اتمنى أبوية الدولة وليس الحكومة الدولة لهذا المواطن الفقير الفاقد أنه خبزه ومستقبله وينظروا له بعين الرحمة والإنسانية لأن والله العظيم أصبح المواطن هاليوم هو المستهدف وضعيته كل صعبة. أنتقل إلى موضوع ثاني يعني السيد البرزنشي أعلنت كتائب سيد الشهداء يعني هذا اليوم عن يعني ربما جمعهم أكثر من 20,000 مقاتل هل هذا بمثابة إعلان حرب وهل البلد هذا اليوم جاهز لدخول بصراحة نزاع مع أمريكا في ظل أزمات نعيشها كبيرة وكثيرة في وضع حرج جدا من اختار أن تكون أو يكون العراق تحت وطأة الاحتلال أمريكا التي عبرت المحيطات والقارات كي نعم. تحتل الأرض وتستعبد البلاد والعباد وتقتل أبناء بلدي في عام 90 عندما 91 لا لكن نتحدث عن الأزمات اللي نعيشها اليوم الانسداد السياسي لا ماكو انسداد سياسي اليوم عندنا أزمة سياسية كبيرة يعني موجودة الانسداد السياسي هو أيضا بسبب وجود هذه الاحتلالات التي أثبتت بالدليل القاطع أنها عدو وشيطان ووجه نعم. قبيح للعراق أنا أقول لك ليش أولا عندنا مليون شهيد بسبب الحصار قتلت القادة في منشأة مدنية
وقصفت أبناء القوات الأمنية وانتهكت حرمة العراق، ويوميا تنتهك حرمة العراق. سفارة فيها صواريخ وفيها منظومات سيرام تستخدم كل يوم وترعب الناس، عن أي عن أي عن أي سيادة نتحدث؟ عن سيادة فقدت من قبل تركيا وانتهكت، لو فقدت وانتهكت من قبل أمريكا. يعني هاليوم من حق من الشعب العراقي سيد البرزنشي، يعني هاليوم نحن مقبلين على حرب، يعني هاليوم الجهوزية عالية، و20 23 ألف إلا الآن 20 ساعة، يعني نعم نعم الأعداد عم تزايد، يعني هذا ينطينا انطباع أنه ربما ذاهبين إلى مواجهة كبيرة بين رسائل المقاومة، والبعض يسميها ميليشيات صراحة، لم تكن وبين القوات الأمريكية، وهذا أيضا يضر يعني بالوضع ما السياسي. ما يضر الوضع الأمني الذي جعلته الولايات المتحدة بهذه الطريقة، وفي عهدها وفي وجودها كانت القاعدة وكانت داعش وكانت التنظيمات الإرهابية تسرح وتمرح وتقتل بأبناء البلد. أين الأمان الذي حققته أمريكا؟ أين الاقتصاد؟ أين الرخاء؟ يجب أن ننصف بلدنا. هذا واحد. ثانيا، أنت لا تلومني إذا أنا أروح أتطوع وأريد أدافع عن بلدي. من المعيب علينا أن ننتقد هؤلاء المقاومين أبناء البلد اللي يريد يدافعون يعني عن بلدهم. من كلامك سيد البرزنج اليوم نذهب إلى حلول، يعني حلول للمقاومة، هي مواجهة المقاومة حق مشروع شرعا. خليني أسأل مواجهة القوات الأمريكية، لكن نترك الحلول الدبلوماسية من الحكومة مع الولايات المتحدة. أكو قيد شرطي ست إيفا، قيد شرطي، قيد شرطي. إذا انسحبت القوات الأمريكية في الموعد الذي تم الاتفاق عليه مع الحكومة العراقية اللي هو 31/12/2021، فسوف لن تحدث منازلة. لكن إذا أصرت، وعلى لسان رئيس وزير الدفاع يقول لا انسحاب لنا، نعم باقين تحدث بصراحة، قال باقين. إذن إذا تتحدى الإرادة العراقية فهذا الميدان، وانظر أبناء العراق عندما أخرجوك منذ عام 2008 وعام 2011. خلينا نشوف سؤال السيدة. تفضل سيد أحمد. يعني في هذا الموضوع، يعني اليوم المواطن فوق الأزمات اللي موجودة ويعاني منها، خدمات بطالة بصراحة، معيشة أزمة كورونا، اليوم نذهب إلى احتدام وصدام بين القوات الأمريكية وأيضا المقاومة الإسلامية، وما وأنت شاهدت البيان اللي تحدث به يعني السيد أبو ألاء الولائي، يمكن طبعا أولا بيان إلول البارحة، أتوقع هذا الرقم مبالغ به أولا. اثنين، عمليا يعني إحنا بدنا نتكلم على شيء سابق لوقته. ليش؟ لا بس عدوا العده 23 يقول لك، يعني لا هذا مو صحيح. مو صحيح؟ لا مو صحيح. انا راح اقول لك شيء. اولا عمليا هناك اتفاق استراتيجي مع الولايات المتحده الامريكيه، يجب ان تسحب قطاعاتها، وهذا اتفاق حكومي. لا بس البارحه صرحوا انه ما ننسحب. لا راح ينسحبون، لكن تبقى هناك استشاريين لدعم القوات. هذا تصريح البنتاغون، يعني انت سامعوا البارحه صرحوا قال الباقي ما ننسحب. زين، هاي انا اقول شيء راح تنسحب كثير من القطاعات. أكو ايضا قطاعات اخرى بدات تنسحب. هم ما يصرحون خو، مو انا اقول. لا اكو ايضا قطاعات تنسحب ويعرفون هم، حتى الدكتور حيدر يمكن عنده علم بها، جنابك هناك قطاعات كثيره تنسحب وايضا سلمت الياتها، وهذا الكلام خلينا نقول سابق بعد يوم 31 بعد. النقطه الاخرى، الف سنه من الحوار أفضل من لحظة إطلاق رصاص. ليش؟ البلد داخل في مشاكل عدة. اليوم ماكو إنسان عراقي شريف يوافق بوجود احتلال على أرضه. يعني اليوم أنت تقول هذا احتلال؟ لا ماكو إنسان يقبل. لا أنت تقول هذا احتلال موجود؟ شنو احتلال؟ يعني وجود القوات الآن الأمريكية؟ لا بعد الاتفاقية اللي صارت وانتهى الأمم المتحدة اتفق مع العراق بأنه هذه القوات الموجودة بطلب من الحكومة في وقتها، من صار السيد المالكي طلب منهم بالبقاء على مود دعم القوات. هذه هي قوات ساندة، لكن دخولها 2003 رغم أنه أقطاب المعارضة عراقية في وقتها هي نفسها. وهي شو صارت؟ هل لازم نحكي الجوي بالفترة الحالية 23 واحد كلهم كلهم هؤلاء موجودين في حال انه الانسان يكون وافق. الامريكا تقول لك انا باقي كاحتلال، لا والله كاحتلال لازم انت اليوم تتفاوض معهم وتطلعهم، لان ماكو انسان يوافق بالاحتلال. صح. اثنين،
ما عدا الاحتلال هو الاحتلال مو فقط الجندي على الأرض. نعم. هو الاحتلال، الاحتلال حتى بالفكر، الاحتلال حتى بالأدوات الأخرى اللي يتعاملون على الأرض. الاحتلال هو الاحتلال اللي يكون. أستاذ أحمد شلون احتلال بالفكر؟ أنا أقول لك شلون احتلال بالفكر. نعم. عندما نتحدث مع مجاميع تريد تسوي أجندة معينة. نعم. لدول أخرى داخل العراق. يعني تقصد الجارة أنت. ليش لا مو لا السؤال لا لا أنا قلت شاب بس لا مو هو كلها. إحنا عندنا أكثر هو يمكن الدكتور دي يعرف عندنا. نعم. إحنا مشاكل ليس فقط مع الجارة إيران وليس. نعم. مع الجارة تركيا هو دي يعرف أنا وين تضرب الموضوع. وين تضرب؟ أكو هو المواطن. هو دي يعرف المواطن. إحنا عندنا مواطن يعني. أكو تفاصيل كثيرة. إحنا عندنا مشاكل عندنا مناطق لو حد فسيفساء على صدام في لحظة بسبب نقل ثقافة من دول أخرى. عندنا مشاكل في مناطق جنوب. نعم. وشمال العراق أكو مشاكل حقيقية على الأرض. اليوم إحنا إذا ريدنا نتحدث بلغة. نعم. أن نتعامل كعراقيين. نعم. وأرجع وأقول لغة الحوار مع جميع الدول دولة لدولة. نعم. شنو المطلوب من عندي يعني شنو المحتاجة؟ لكن اليوم أكو يعني بصراحة على أرض الواقع أكو يعني مقاومة إسلامية تقول لك أنا أتخذ إجراءاتي إذا ما تخرج القوات الأمريكية بهذا الوقت. اليوم شلون ممكن تتعامل الحكومة العراقية اللي يعني بصراحة اليوم مثل ما اعتبر السيد حيدر البرزنشي حكومة تصريف أعمال؟ لا لا المقاومة الإسلامية الموجودة اللي تقول لك أنا أسوي وأضرب. نعم. هذه المقاومة هي أجنحة مسلحة. نعم. لأحزاب سياسية مشاركة بالعملية السياسية. نعم. هذه الأحزاب الموجودة تستطيع الحوار وتفهم الوضع السياسي. لا. دائما الجناح المسلح لأي. لا. حزب سياسي يكون لديه روح القتال. لا. الجناح السياسي لديه روح السياسة. لما نشوف مصلحة هم ليش يريدون يقاتلون لمصلحة العراق صح؟ لا. راح نشوف مصلحة العراق وين من راح تجتمع الأطراف كلها راح نشوف مصلحة العراق وين. لا. هنا القرار راح يجي، هنا القرار الوطني راح يطلع، هنا القرار اللي راح يمشي. يعني هذا بس حاشي هل نفهم هذا لحد هذا أنا متأكد يعني هناك انسحاب واضح للأمريكان. نعم. في 31/12 يعني ماكو إشكالية سيد البرزنشي إذا يقول لك انسحاب يعني ليش هذه الإشكالية يعني لا عزيزي. ليش هذه التصريحات ليش هذه الجهوزية ليش 23,000 يعني وأيضا ربط هذه القوات المقاتلة يعني بصراحة المقاومة الإسلامية بالسياسيين يعني وبالأحزاب والأجنحة السياسية. أولا طريقة التفاوض لا تتم عن طريق الأحزاب بل الحكومة هي المعنية بالتفاوض ولم يبقى شيء. يقول لك عنده أجندات حزبية. عفوا دكتور يعني ما قلت التفاوض مع القوات الأمريكية. ما حد شيء هيك. أنا قلت التفاوض هذه الأجنحة السياسية بالاجتماع السياسي للبلد. هنا تقدم يعني إحنا نعرف. نعم. في كل أزمة في كل أزماتنا يجتمعون رؤساء الكتل السياسية. يعني يقول لك هذه المقاومة عندها أجنحة سياسية هذا كان قصدي. المقاومة خيارا جماهيريا واضح المعالم في كل دول العالم المواثيق الأممية والدولية أثبتت أنه إذا احتل بلد بالقوة وبالقهر وبالجار لكن قال لك عندنا اتفاقية خلي أبين لك إذا احتل بلد بالقوة وبالجهر والقار استند إلى قضية الطلب الذي تم تقديمه من السيد نور المالكي وبعد ثم العبادي في زمن السيد هوشيار والسيد الجعفري. الطلب الذي تم تقديمه ليس وجود قوات وقواعد عسكرية ولا ينص على وجود قوات قتالية، هذا الأمر غير صحيح. القضية يراد من خلالها تبرير وجود هذه القوات القتالية. لماذا؟ لأنه الطلب كان دعما استخباريا. نعم. بالإضافة للدعم الجوي. سيد البرزنشي بس انطيني صبر الله يخليك لأن اليوم عندنا اتفاقية استراتيجية مثل ما تحدث الأستاذ أحمد مع. نعم. أمريكا يعني يمكن هذه الاتفاقيات أن تجعل الحكومة تتعاقد مع الولايات المتحدة الأمريكية مثلا موضوع التدريب موضوع القوات الأخرى موضوع كان الطلب استخباري يعني. نعم. كانت الحكومات تعتمد بالعملية الاستخبارية على القوات الأمريكية. نعم. أكو أجهزة فهذه الاتفاقية موجودة لحد الآن سارت المفعول. المشكلة أنه أغلب الناس ما مطلع على الاتفاقية. أنا مطلع قاريتها كله. جيد إذا أنت قاريتها الاتفاق. نعم. شي نص سبع بنود. البند العسكري أو الأمني لا ينص على وجود قواعد عسكرية هذا مو صحيح. السؤال للبرلمانيين السابقين. نعم. يخص التعاون سواء كان في التسليح أو التدريب والاستشارة. إيه عزيزتي 20 سنة أمريكا تدرب أفغانستان وسلحها وفي لحظة واحدة انهزمت.
17 سنه اذا وفق هذا المعيار اللي جناب تستندين عليه او استاذ احمد، العراق 17 سنه. عفوا انا اقول لك ما مكتوب، انا ما استند على شيء. مو جنابك هسه الرؤيه او الفكره. 17 سنه هذه القوات على اساس تدرب الجيش العراقي. نعم. لكن الجيش العراقي انكسر في لحظه ما. نعم. الذي عاد الانتصار هو الحشد الشعبي، لا سلح امريكيا ولا درب امريكيا ولا سوند امريكيا. فبالتالي شنو حاجة أمريكا العراق لها؟ قوة تريد تفرض نفسها أمريكا يعني علينا؟ هذا كلام صحيح. ليش أمريكا اليوم تبقي القوات الأمريكية؟ خلي أنا ما محتاج عزيزتي ست هيفاء، أنا ما محتاج قوات على الأرض. أنا اليوم أريد أتعامل مع أمريكا إذا تحترمني وتنظر إلي كأنني دولة ليست خاضعة ولا خانعة لها كعراقيين، أتعامل معها، لكن بشرط أن تعتذر لجميع العراقيين وتسحب هذه القوات ولا تتدخل في الشأن السياسي العراقي. نعم. ولا تحك علي المؤامرات. خلي وأن سيد ترفع حيدر. خلي سيد أكمل أرجوك. وأن نعم. ترفع هذه المنظومة التي وجدت في سفارة الشر الأمريكي. نعم. أمريكا تتحدى نعم. إرادة العراقيين. بس نقطة مهمة. صحيح أنا وياك وهذا الشيء كله تتحدثت به، يعني ماكو بلد يقبل بالاحتلال، لكن أكو نقطة مهمة جدا وهي. مو المفروض هذا يجي من خلال الحكومة بطلب رسمي مثل ما طلب وهذا يعني ما قالته يعني المقاومة. أعطت يعني المقاومة لازم طلب فرصة رسمي للحكومة. قدموا للولايات المتحدة الأمريكية بأن تسحب العسكر مالها وقواعدها العسكرية ويكون فقط عملها تدريب واستشارة. خل ذكرك انه المقاومه احترمت القرار السياسي العراقي في ذهابه الى التفاوض. نعم. واعطت مهله زمنيه واوقفت كل عملياتها العسكريه بناء على التفاوض. الان من حق المقاومه ان تتحدث بكل قوه وهي خيار عراقي، اكرر مره اخرى، ليس مزاجا ولا بدفع من دوله اخرى. نعم. المقاومه لا تتلقى تعليمات لا من نعم. ايران ولا من غيره. حقي اليوم انا ندافع عن بلدي. خلص. هذا واحد. خلص. الامر هذا الاخر حق مشروع يعني بصراحه حق مشروع. بس نعرف دور الحكومه اذا الحق مشروع اليوم هي يعني قضيتين. خلي اقول لك هاي قضيتين. دور الحكومه، أما الحكومه تقف متفرجه من المقاومه الاسلاميه تضرب ومن امريكا تضرب. هذا خلي ابين لجنابك ست، اما الحكومه خدعت بالكلام الامريكي، واما الامريكان وهم كاذبون كذبوا على الحكومة العراقية وخدعوها، وأما الحكومة كذبت على الشعب، ماكو غير مبرر لها. يعني شنو احنا ننتظر استاذ احمد بما انت دكتور سؤال طيب. الله يخليك تفضل. ليش احنا عام 2003 كانت القيادات تجلس مع امريكا ووافقت على دخول العراق واسقاط النظام به والتعاون؟ ابوسك على هذا السؤال، ابوسك. وثانيا خل سؤالين عندي بس نعم. تفضل. السؤال الثاني، لماذا صنفنا الكتائب التي كانت تحارب القطاعات الأمريكية على أنها رهابية من أهل السنة؟ جيد، سؤال جيد. شكرا. جدا جزاك الله خير. الجواب الأول، حزب الدعوة الإسلامي أن راجع بيان واضح وصريح عن عدم قبوله لاحتلال العراق. الجمهورية الإسلامية بيان واضح عفوا وصريح. عفوا دكتور خلي واحدة، الحزب الدعوة شنو موافق مو؟ موافق. انزل نعم صدر نعم. بيان. ليش شارك بمجلس الحكومة؟ ها جيد، خو سؤال جيد. نعم. احنا امام طريقين، اكو مقاومة سياسية واكو مقاومة على الارض. انا بدي اجيبك لهي النقطة، مو دليل مقاومة سياسية يا حبيبي. اسمح لي انا اليوم زي. اما ان اترك البلاد للاحتلال يسرح ويمرح بها به كما يشاء، وأما أن أدخل العملية السياسية كأكل ميتة نعم. مكره عليها حتى أجبر الاحتلال أن يخرج من بلدي. لا تتصور أنه ماكو تعدد أدوار وحدة دكتور شتمنى أستاذ أحمد لو ما المقاومة نعم. كان احتلال ترى ما طلع بالسياسة. هلأ أقول لك تريش أتمنى دكتور نعم. حيدر أتمنى في هذه اللحظات للأمانة التاريخية وأنت تعرف نعم وأنا أعرف، أتمنى في هذه اللحظات أن يكون المرحوم جلال طلباني حاضر في هذا الوضع السياسي رحمه الله. نعم. في هذا الوضع السياسي رحمه الله. خليني أسأل سؤال. تفتهم وين دحت يعني. نعم. خليني أسأل سؤال. خليني أسأل بهذا النقاش. سؤال محدد. يعني البعض سيد البرزنشي يعني ربط نتائج الانتخابات والوضع اللي يقول له الوضع يعني والعملية الانتخابية، قال لك ربما يعني هذا مو كلامي وأنت تعرف موجود بالمواقع التواصل الاجتماعي بس أريد أخذه منك، قال لك ربما إذا أنطوا أو حصلوا مقاعد الإطار التنسيقي وأيضا القوى التنسيقية مقاعد يعني من استحقاقهم بالانتخابات يعني مثل ما يطالبون راح ينتهي موضوع المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. هل صحيح هذا الموضوع؟
ست هيفاء هي علوه مال رقي غير يعني قبطوها ليش قبطوها؟ هذا الموضوع هذه بروباغاندا بالمواجهه الامريكيه بس ما لها علاقه، هاي بروباغاندا اعلاميه تقف وراها جيوش الكترونيه مدفوعه ومموله من السفاره الامريكيه. نعم. اولا هناك دعاوى وهناك شكاوى وهناك ادله ثبوتيه للاطار التنسيقي. الاطار التنسيقي ليس بهذه السذاجه حتى يذهب باتجاه انه اذا اعطوه مقعدين او ثلاثه يقتنع، عنده ادله ده يقول لك انا امتلك دليل. يعني بعض ليش ربطوا هذا الموضوع مع مواجهه القوات الامريكيه مع نتائج الانتخابات؟ حتى سمعته وشفته يعني واضح واضح يعني حتى مو كلامنا، حتى تستلب هذه الشرعيه والمشروعيه في مواجهه الولايات المتحده الامريكيه المحتله، وحتى يعطوا صورة ذهنية سلبية عن أبناء المقاومة وبالتالي الأخوة في كتائب سيد الشهداء الأبطال المقاومين ليس لهم ذراعا سياسيا داخل الحكومة، كذلك الأخوة في كتائب حزب الله ليس لهم ذراعا سياسيا داخل الحكومة، فخيار المقاومة مو خيار فردي ولا خيار شخصي. حقوق مو جزء من الجسم. أي نعم الآن لكنه ليس سابقا، الآن عندهم نائب واحد. أنا أتحدث قصدي يعني هم عندهم جناح سياسي ده يعمل إيش وقت جناح سياسي الآن تشكل وانفصل انفصل ليش تماما. ليش محمد داوي الله يذكره بالخير مو كان كان بالأهوار يعمل مع حزب الله وفتح جناح سياسي بالعراق؟ أعرف عزيزي أنا دا أتحدث عن فصيلين الآن داخل العراق وهناك فصائل أخرى لن تعلن اسمها وليس لديها عناوين واضحة، هي أعلنت أنها مقاومة، أنا اليوم أعلن أني مقاوم، ما تقدر أنت تمنعني. نعم سيد أحمد لك الحق تجاوب لأن الوقت يعني بالعكس مو عندنا، أنا قلت له أنه الكتائب الموجودة والمسلحين الموجودين والفصائل وكلهم لديهم أجنحة سياسية، وبالتالي العمل السياسي والعقل السياسي هو الذي يحكم، يجب أن يحكم البلد لا الرصاص والقتل. شكرا جزيلا. بالختام أشكر ضيوفي لكن عندي كلام. أحد المسؤولين المهمين في النرويج استقال من منصبه، تعرفون ليش؟ بسبب شقة والله العظيم مو من حقه احتفظ بها، وحسب قانونهم هذا لا يجوز واتهموه بالفساد. الله عليكم الله عليكم، هذا مو مسكين إذا خليناه بكفة واللي نشوفه من فساد ببلدنا بكفة ثانية، وإحنا البعض من سياسيين مع الأسف إيه والله باقوا الجمل بما حمل. تصبحون على وطن آمن في أمان الله.